مرحبا بكم معنا دكتور سيف جنان. كثير من الأسئلة نسألها لأنفسنا خلال اليوم، مثلا ماذا أحب أن أتناول على الغداء لهذا اليوم، أو شنو كانت تقصد والدتي من نظرت لي هذه النظرة وأنا دا أعبر من الغرفة، أو اليوم رح أروح إلى المطعم عصرا شنو اللي أحب أطلبه، بنجر بيتزا، أو مثلا يا للعجب لماذا السمير من شاف المنشور في الفيسبوك من طاني لايك هذا اليوم، أو نسأل أنفسنا يعني أخذ حمام أو ما أخذ حمام، ما في أحد. طبعاً هذه الأسئلة يسألها أي إنسان لنفسه في الحياة، لكن الأهم والذي يقدم الإنسان ويجعله إنسان أفضل أنه يسأل نفسه يومياً هذه الأسئلة: ما هي نقاط ضعفي؟ ما هي نقاط القوة؟ يعني ما الذي ورثت من صفات إيجابية من أهلي؟ ما الذي ورثت من صفات سلبية من أهلي أحاول أن أحسنها؟ ما الذي أرغب أن أحسن في حياتي؟ وكيف أحسن في حياتي؟ وكيف أجعل حياتي أفضل؟ من هو الذي يشجعني بالحياة؟ من هو الذي يشجعني للحياة؟ من الذي يدفعني للمحبة أن أحب الله ونفسي والآخرين أكثر وليس للكره والعدائية؟ ما هي محدوديتي؟ ما هي الأمور اللي ممكن أبدع وأنجز فيها؟ ما هي صفاتي؟ ما هي ميزاتي؟ ما هي رغباتي؟ كيف ممكن أن أجعل من هذا المكان أفضل بالبدء بنفسي؟ هذا هو النوع من الأسئلة التي يجب أن نسألها لأنفسنا التي تطور حياتنا، لأن كل إنسان 90% من أفكار الإنسان أمانة ما تكون تافهة أو سافجة. ماذا أكل وأشرب وأستحم وأنام وأستيقظ وأسولف ومنشور ونميمة وأخذ وقالة وقيل وغيرها من المواضيع اللي ما تقدم ولا تضيف إلى حياتنا اللي يعيشها الإنسان الاعتيادي. أما الإنسان الناجح هو الذي يسأل نفسه أسئلة ذكية، هو الذي يوجه يوميا أسئلة لذاته: كيف ممكن أتطور وأصبح أفضل من يوم أمس وأجعل غدي أفضل من هذا اليوم؟ تكرار تلك الأسئلة على نفسك، تجلس جلسة فعلية، تلزم ورقة وقلم وتكتب الأسئلة وإجاباتها لحياتك، ثق كل أسبوع راح تكون أنت غير عن الأسبوع الماضي. دائماً وجه لنفسك أسئلة ذكية، أسئلة تطويرية، أسئلة تفهم بها نفسك، تفهم بها الحياة، وتفهم بها الآخرين. لا أحد سوف يخدعك ولا حتى نفسك، لا كتاب ولا تاريخ. أنظر بمحبة لحياتي الجاية وأنظر أنه أمشي في طريق صحيح. أسأل نفسك أسئلة ذكية. يا ذكي، مع السلامة.